السلام عليكم، صبحكم بخير. لاحظت شيء، بعض الناس إذا جاب خادمة أو سائق أو عامل يشتغل عنده أعطاه أعمال غير اللي اتفق هو وياه عليها، أحيانا يعطيه أعمال فوق طاقته 10 مرات ويزعل لو ما سواها. على سبيل المثال، سواق جاء عند عائلة يبغى يشتغل عندهم وعلى بالهم ما عندهم إلا سيارة واحدة، لكن يوم جاء لقى عندهم 10 سيارات ثانية ولقاهم يبون يغسل السيارة دي كل صبح في هالبرد، يزعلون ويخصمون من راتبه لو ما غسل ال10 ذولي. يا جماعة، لو هو دارن عندكم 10 سيارات أصلا ما جاء من ديرته. كنت تبيه يغسل لك ال10 سيارات، أرخى الريال له عطه وقول لك على كل سيارة المبلغ الفلاني، أما يغسلهم ببلاش هذا ظلم. أيضا بعض النسوان اللي صار عندها خادمة تباشر بها على كل الناس، هي ما جت تشتغل عند ناس، جاي تشتغل عندك أنت، وكل شوي أختي نفاس وعمتي عندها عزيمة وخالتي عندها ضيوف والوالدة مدري مسيرين عليها وهالمسكينة تهجول من بيت لبيت. يا جماعة، هذا نوع من أنواع الظلم اللي حنا غافلين عنه أو ناسينه أو متناسينه. بعض الناس ما يكفيه منها هذا العمل والروحة والجاية وهذا الكرف، يغتابها نسأل الله السلامة، أو يقصر في رويتبها أو يقصر في حقوقها عليه. الخلاصة، أي واحد تعطي عمل غير العمل اللي اتفقت أنت وياه عليه تراه بياخذه منك في الآخرة، فعطيه في الدنيا قبل الآخرة. تعشوري، سلام عليكم.